ام بعتالي ان عندها بنتها 18 سنه. البدايه دايما عند الامهات ان هم بيتكلموا في الاعراض على طول، بس طبعا احنا بنقعد نسال اسئله كتير بعدها عشان نعرف الكيس كلها. قالت لي ان انا عند ام عندي بنت عندها 18 سنه ما بتعرفش تحسب، ما بتعرفش تعد الفلوس، ما بتعرفش الفرق ما بين ال20 وال10، ما بتعرفش لما حد بيقول لها ان دي ب100 جنيه فهي مش عارفه تطلع ال100 جنيه، بيضحك عليها كتير، ممكن اي حد يسيطر على افكارها ويمشيها. فبالتالي طبعا احنا بالنسبه لنا ده ريد فلاج، فببدا اسالها ملخص ان البنت دي عندها تاخر عقلي. تاخر عقلي احنا في المجال السيكولوجي في حاجه اسمها عمر بيولوجي اللي هو عمر الجسم، وعمر سيكولوجي هو عمر النفس، وفي عمر عقلي اللي هو العمليات الحسابيه والادراكيه وهكذا. واحنا في مجالنا طبعا بناخد بالعمر النفسي او السيكولوجي لانه ده حالتك النفسيه بتقول انت عندك كام سنه. فالعمر البيولوجي بالنسبه لنا ده رقم ملناش علاقه بيه خالص. احكي لكم بقى ايه هو اصلا التاخر العقلي، وازاي هي الام دي اهملت بنتها ووصلتها لمرحله ان هي بتقول انا بنتي تعبانه ومش عارفه اعمل لها ايه، وكل اللي فارق معاها ان ما بتعرفش تعد. وطبعا الموضوع اكبر من كده بكتير. الطفله دي اتولدت، طبعا احنا معظم الامراض الخاصه بالاطفال التوحد والاضطرابات العقليه والحاجات دي مرتبطه شويه بفتره الحمل والولاده. هل الحمل ده كان طبيعي؟ هل كان في مشاكل؟ كان في انت بتاخدي ادويه ضاره على فتره الحمل؟ هل كان في مخدرات؟ وهكذا بنسال الاسئله دي كلها. خلصنا فتره 9 شهور واللي هي مهمه جدا لان تغذيه الام هي تغذيه الجنين، بنبدا نتكلم الولاده. اكتر حاجه بتبقى خطر على الام وعلى الجنين اثناء الولاده هو نقص الاكسجين، لان الاكسجين هو ده اللي بيغذي المخ، المخ اللي هو العقل بتاعنا اللي بنفكر بيه ومسؤول عن كل العمليات العقليه اللي احنا بنتعامل بيها باقي عمرنا. فلما يبقى في نقص اكسجين يوصل للجنين بالتالي احنا عندنا كده ايرور او عندنا حته ضلمت. ده اللي بيبقى سبب رئيسي او سبب من الاسباب الواضحه جدا عندنا في المجال انه ده توحد. حضرتك سمعت كلمه توحد دي كتير، او تاخر في العمليات العقليه. كلمه التاخر العقلي يا جماعه مش معناها ان هو مجنون، مش معناها ان هو متخلف، مش معناها ان هو ما بيفهمش، لا خالص، هو عنده حته صغيره واقعه منه، ممكن تبقى زيها كده العمليات الحسابيه، ممكن تبقى العمليات التعرف على الاشياء، ممكن يبقى انه مش عارف يقرا مثلا. فدايما بقى في ايرور او ميسنج في حته صغيره كده مش معناه ان حياته خلصت، لا خالص. البنت دي لما كبرت بدات يبقى عندها حته من الانعزال عن صحابها لان حست ان هي مش عارفه تتجاوب معاهم في حصه الحساب. وطبعا الام شايفه ان بنتها كسوله دلوعه، فبالتالي بدات تجيب لها مدرسين، بدات تجبرها على التعليم، وطبعا البنت مش مستجيبه بالشكل الكبير، بتحفظها في ساعه مساله صغيره، بعد نص ساعه المساله ولا كانها عدت عليها بالمره. وبدات تعاني، وطبعا بالفلوس والواسطه بلا 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 الكلام اللي انتوا عارفينه ده، بدات تعدي مراحل التعليم لحد ما وصلت ان هي في معهد دراسي. دلوقتي بتشتكي ان البنت بيضحك عليها كتير جدا في الفلوس، في الموبايل، ممكن حد يقول لها خدي 20 جنيه واعمل مكالمه منك، خد التليفون ويمشي وهكذا. اتاخرت قوي، وهي دي بقى حلقتنا النهارده. ما تتاخروش في التشخيص. مش معنى ان بنتي او ابني عنده مشكله ان انا اعالجها بفكري انا، لان انت برضو ما تبقيش عارفه هي فاكره ان بنتها بتدلع او كسوله او، بس الموضوع اكبر من كده بكتير. اهم ميزه او اهم حاجه من عوامل الخطوره اللي عندنا في المجال في التشخيص والعلاج التاخر. لو انا لحقت الحاله بدري بعالجها اسهل واسرع، والموضوع بيبقى فيه تحسن واضح وصريح. بعد التاخير مرحله في مرحله في مرحله احنا دخلنا في قصه تانية خالص، فبدا فتره العلاج بتاعتنا اطول بكتير، مراحل التحسن ابطا، وفي نفس الوقت كمان انت بتعاني وهي بتعاني. دي قصه من القصص اللي جات لي النهارده على الصفحه عندي. وفي قصه كمان برضو عايزه اشارككم بيها، انه المس الجني. احنا كنا اتكلمنا في حلقه قبل كده عن المس الجني، وان انا بلاقي ابني فجاه بيفصل عن العالم، فجاه الاقيه قاعد كده وانا بكلمه ما بيردش عليا، وبعد شويه يرجع يتعامل معايا عادي طبيعي جدا، وبعدين يجي له بانيك او بيتقالوا عليها كده بيفصل عن الواقع ويغمى عليه ويحصل شويه ارتعاش تشنجات، ويبدا في سيلان رغاوي من الفم، ويبدا نقول ايه، لا ده كده لابسه ايه جن. يا جماعه الموضوع مش لبس جن خالص ولا كل الكلام ده، علميا ده اسمه مرض تاني خالص اسمه الصرع. فاحنا لازم كمجتمع وكناس متعلمه وكأم وكأب لازم فاهمين ان احنا لما نلاقي عرض غريب عند اولادنا
لازم نعمل اتليست اعمل سيرش، خش على جوجل، جوجل صاحبنا كلنا، ندخل نعرف انا لما الاقي ابني عنده كذا ده معناه ايه، اكتب كده، اكتبي كده، لكن ما تخمنيش، ما تقوليش اصل انا بنت فلانه صاحبتي، اصل صح ابن صاحبي كان ابن اخويا كان، لا خالص، كل كيس ليها حالتها الخاصه. المجال السيكولوجي او المجال النفسي عاده الامراض شبه بعضها قوي، ممكن يبقى حضرتك او حضرتك عندك اكتئاب وانا عندي اكتئاب، هو المسمى واحد بس الاسباب مختلفه، الاعراض مختلفه، كمان العلاج مختلف مع ان المسمى واحد. فاحنا لا، ما ينفعش نعمل كده، ما ينفعش نقول في العلاج النفسي اصلا ابن اختي لما كان عنده الفوبيا الفلانيه جبنا له الفار مره واحده فتعالج. اوعي تعملي كده، ممكن ابنك يجيله هارت اتاك، يجيله صدمه نفسيه كبيره، او يجيله صدمه قلبيه تودي بحياته. يا جماعه لازم نرجع للعلم، مش لازم نروح لدكتور، احنا ممكن ببساطه كده نعمل سيرش ونبدا نفهم، بس يا ريت واحنا بنعمل سيرش نروح للسورس او نروح للحاجات الموثوق فيها. حلقتنا النهارده عن الاطفال، فلذات الاكباد، فرحه حياتنا كلنا. ابني وبنتي دايما دول اغلى حاجه في حياتي. الاب بيطلع كل يوم الصبح يشقى ويتعب علشان خاطر يكفي ابنه او بنته، فرحته لما بيجيب لبس العيد او هديه او يدفع فلوس المدرسه او او او، فرحه الاب بالدنيا كلها في الحته دي، في اللقطه دي. والام لما تحس ان ابنها مش ناقصه حاجه او بنتها مش ناقصه حاجه، كتعليم كلبس، فرحانه بالفيونكه، فرحانه بالشراب الكولون في العيد، ده عند الام بالدنيا كلها. فاحنا اولادنا هم اكتر حاجه مخلينا مكملين حياتنا، لان هم دول البهجه الحقيقيه. بس عشان نطلع بهجه حقيقيه لازم نتعلم ازاي نتعامل معاهم. زمان كانت التربيه اسهل من كده، وانا بقول دلوقتي التربيه صعبه، لان زمان احنا الاب والام كانوا بيخلفوا سته والسته بيطلعوا كويسين، لانه كان الاب والام بيربوا على خلق وعادات وتقاليد كانت ثابته في مجتمعنا، زائد التعليم كان متساوي. دلوقتي التربيه في الحته دي لا، التربيه بقت معانا ايه؟ معانا سوشيال ميديا، معانا ميديا، معانا شارع، معانا مدرسه، معانا ثقافه اجنبيه، معانا معانا معانا. فالاب والام بيعانوا دلوقتي في التربيه. فلو حضرتك مش قادر تربي السته ما تجيبش سته. لو حضرتك مش قادر تربي ثلاثه ما تجيبش ثلاثه، لازم تبقى انت واعي كواليفايد انف، انت عندك المهارات الكافيه انك تربي ثلاث اولاد او ولد او اتنين او بنت ايا كان. بس انت حضرتك عارف وجاهز لده، لان التربيه مش سهله زي زمان خالص. الحلقه النهارده لطيفه، ويعني نقول عليه دسمه شويه، عشان احنا كمان الفقره الثانيه معانا الدكتور التغذيه هتعجبكم جدا، حته سكره هتتكلم معانا على التغذيه. وبما ان احنا داخلين على الامتحانات وقلق الامتحانات ورعب الامتحانات وفوبيا الامتحانات، فبرضه هنتكلم في الحته دي من ناحيه التغذيه، ازاي نخلي نسبه التركيز عند اولادنا احسن واعلى، ازاي نديهم اكل او مشروب معين يعلي من نشاطهم اثناء الامتحانات، وكأم بقى نفسيا ازاي تتعاملي مع ابنك في الامتحانات. القلق، الكلمة القلق اللي مرتبطة بالامتحان جنبها طول بلس بلس فوبيا ورعب وبانيك وانا مرعوب وخايف. فالام بتترعب، انا ابني فاشل، انا ابني هيسقط، انا بنتي مش قادرة تجمع. هو بيديك الانطباع شعور الطبيعي، انا كابن او انا كبنت داخله ثالثه اعدادي عندي امتحان، طبيعي ان انا هبقى قلقانه خايفه، امتحان صعب، مش مذاكره كويس، هي بتبقى واهمه نفسها ده. فطبعا الاطفال هم اصدق فئه على وجه الارض في مشاعرها، فلو خايفه بيبان عليها انها خايفه، فهتقول لك ان انا خايفه. بس انت كأم مسؤوله او كأب مسؤول، ما ينفعش تترجم ده اوتوماتيك وتخاف انت كمان، لان هي بتستمد ثقتها من الطرف اللي قدامها. الاب والام مرايه لاولادهم، فرعبك وخوفك وقلقك في الامتحان اوتوماتيك هيرجع لابنك او بنتك مره تانية، فبالتالي انت خسرت ثقته في نفسه. لو مذاكر 100% وانت قبل الامتحان وصلت له المسج دي ان انت كمان خايف، او ان الخوف اللي هو حاسس بيه مش طبيعي او مش من حقه، هيدخل الامتحان هيبقى مذاكر 50%. فكل ام عندها داخله فتره امتحانات بلاش الرعب ده، بلاش اعلان حاله الطوارئ في البيت ومفيش ممنوع ممنوع ممنوع، الكلام ده مش يا جماعه. الامتحان ده خدوه انه حاجه عاديه، احنا مش بنختبر اولادنا، احنا بنختبر مدى التحصيل اللي عملوه، لكن اولادنا هم اولادنا زي ما هم، فبالراحه عليهم شويه. فانا عايزاكم تتعاملوا مع موضوع الامتحان على انه حاجه عاديه بتحصل في كل البيوت. احنا مش لازم نوقف تي في، مش لازم نوقف صحاب، مش لازم نوقف تمارين عشان عندنا امتحان، لا. فلازم ناخد بالنا كويس قوي ونعمل جدول ونمشي عليه،
انه الامتحانات يا حبيبي الامتحانات دي مش بتقيمك كانسان، انت احلى حد في الدنيا، هي بتقيم مدى استيعابك للماده دي، وهل الماده دي كويسه ولا وحشه، وهل المدرس نجح انه يوصلك المعلومه ولا لا. فتقييم للماده مش تقييم للطالب. ربنا يعين كل ام وكل اب الفتره الجايه على الامتحانات، واحنا ان شاء الله في البروجرام بتاعنا النهارده هنحاول نساعدكم ونديكم تركات بسيطه كده ازاي تتعاملوا مع اولادكم في فتره الامتحانات.